انتصار كونه نحن في تحضير فيلم روائي طويل تونسي مدعوم وزارة الثقافة اسمه عزيز لكتاب إخراج مهدي برساوي، وخذينا بيانسوير رخص تصوير من عند وزارة الثقافة، وعندنا مشهد باش نصوروه في قرية قصر غيلان في ولاية قبلي. المشهد هذا الموقع هو موقع يعني جاي ما بين مصحة قديمة ومدرسة قديمة تابعين بيانسوير وزارة الصحة وزارة التربية، فلقينا تراخيص من وزارة التربية ومن وزارة الصحة، وعلمنا نحن الوالي قبلي سيد سامي الغابي ما طلبناش حتى منه ترخيص، لأنه ما فيش حتى إجراء متاع طلب ترخيص للولاية، نحن نعلمه الوالي ونطلبوه في تسهيلات. الآخر جانا فاكس فيه جملتين راهو تبعا للمراسلة متاعكم بالتاريخ على تصوير فيلم، راهو معناتها جروسو مودو يمنعنا بالتصوير. قرار هذا تبنى على مغالطة، لأنه السبب اللي قدمه السيد والي قبلي المحترم هو غير صحيح. احنا في الكونفرنس بريس اللي بينا نحن عمرنا ما طلبنا من السيد والي قبلي باش يرخص لنا بالتصوير، طلبناه باش يسهل لنا ماموريه تحضير الديكور اللي خذيناه من عند وزاره التربيه ووزاره الدفاع ووزاره الصحه، واللي اعطونا فيه تراخيص كتابيه، انه هذه الرايه رفع رايه وتنزيل رايه وراي داعش اللي ماهيش موجوده في السيناريو بتاتا، وداعش حتى في احداث الشريط تصير عام 2011 ما فماش داعش، دونك والتصوير الديكور اللي اخترناه هو على اساس انه مخيم لتجميع الاطفال فهمني في بلد اجنبي مجاور، فما عنده حتى علاقه معناها بالداعش. التجانا بيانسور الى القضاء المحكمه الاداريه وقدمنا زوز قضايا، واحده في الاولانيه في الغاء تنفيذ القرار، والثانيه فهمني في الاصل هي الغاء القرار لانه قراره غير مبرر ويعتبر معناها سابقه خطيرة اللي تنافى مع نوصل مع جوهر الدستور، لكن تنافى مع فصول الدستور وخاصه مع فصل 31 الذي اللي يمنع الرقابه الاوليه او المبدئيه معناها الاسانسور بريالاب. خويا انا كمواطن كسينمائي كمبدع كصحافي ككاتب عندي الحق باش نعبر، واذا كان اسيء الى طرف من الاطراف فما هناك قضاء الذي ينجم ياخذ مجراه. فيلم معناتها ماكينه كبيره، نحن معناتها الفيلم هذا فيه اكثر من 100 تقني فهمتني يخدم في الطاقم التقني، وبصفه عامه كيف تصور فيلم راهو المتساكنين بتاع الجهه الكل يخدموا فيه الفيلم راهو، ونحن ديما وقت اللي المتساكنين فهمني يعلموا اللي فما فيلم باش يتصور في المنطقه نتاعهم ولا في القريه نتاعهم في الجهه نتاعهم بصفه عامه فهمني يفرحوا، لان معناتها عندهم هما الاولويه في الخدمه في التحضير في كل شيء، فيتقدر معناتها قلت لك الخسائر هما اكثر من 100,000 دينار. فيلم يخرج ممكن معناتها في خلال سنة ونص، ظهر لي كان هالشوش عادية اللي صارت كل مازال باش تخدم الفيلم وقت اللي باش يخرج الفيلم. السيد ولي مشكور لأنه عمل لنا شوية دعاية للشريط، خاصة أنه مهدي برساوي هذا أول شريط سينمائي طويل له. مهدي تزعزع شوية لأنه قرار كيما هكا فهمني مش باهي، لا باهي للفيلم، لا باهي للسينما التونسية، لا باهي حتى سمعة البلاد، صورة البلاد فهمني في الخارج وكثيرا. احنا عملنا ثورة فهمني باش نرتقيو بتونس فهمني إلى ما أحسن، نلقاو روحنا فهمني اليوم فهمني قاعدين ماشيين نتقهقروا ونترجعوا بالتوالي. تصور أنت أنه معناها مخرج شاب كما هذا معناها يلتجئ إلى شو يعمل؟ إذا كان أنت تمنعه من التصوير فهمني في بلاده شو يعمل؟ يمشي إلى بلدان أجنبية باش يصور فيها؟